مثال كثير يعني فعلا يعني في حالات كثيره الواحد يسيطر برايه ما تقدرش. قد قلت لك السيطره تكون بالقوه بس احيانا تيجي تسكت خلاص يا اخي اعمل دراسه تمام. الطريقه الثانيه ماركت ريسيرش هذه هي دراسه سوقيه. ايش بيميز هذه؟ يوزر سيرفيس انك تستخدم فيها هنا استبيانات تمام انترفيوز تو ايدنتيفاي كاستمر بيرفورمنس تستخدم هنا كمان يعني المقابلات عشان تبين شو يعني مدى رضا تمام كل المستهلك. ايش الطريق ايش الكويس في الطريقه هذه او ما ايش يعني او القوه في هذه الطريقه انه جود ديترمينانت اوف كاستمر بيرفورمنس تمام مدى رضا المستهلك هذا بقياس جديد مدى رضا المستهلك. لكن العلم اللي فيها it can be difficult to develop a good questionnaire قد يكون لها صعوبة أحيانا أنك يعني تعمل استبيان كذا يعني هادف واضح تمام هذا العلم اللي فيها. الديلفي ميثود seeks to develop a consensus among a group of experts يعني هنا يبحث إلى يسعى الى البحث عن اجماع ما بين مجموعه من الخبراء تمام اجماع ما بين مجموعه من الخبراء. هذه الطريقه قد تكون جيده اكسلنت فوركاستنج يعني فوركاستنج لونج تيرم جيده في التدفقات الطويله المدى مثل ايش؟ البرودكت ديماند تكنولوجي يعني في يعني الطلب على المنتج الجديد في المدى البعيد تمام. لكن هذا مثل ما قلت لك انه بتكون مكلفه كلفته عاليه وبياخذ وقت طويل تمام. طيب الى الان احنا ما زلنا نتكلم على ليش على الطرق هذه الطرق النوعيه وليس الكميه لسه ما دخلناش فيها هذا نشوف تحت بند الطرق النوعيه كان في عندك الاربعه طرق هذه اللي تكلم عنها دي كلها كميه عفوا نوعيه. الان بنتكلم ليش نستخدم الطرق ليش الكونتيتي الكميه الحسابيه مبنيه على النماذج الرياضيه. يوز وين سيتويشن ستيبل اند سيركت داتا اكزيست تستخدم هذه الطرق الكميه عندما يكون النظام في حاله استقرار مثل ما قلنا احنا تفترض انه كل النماذج حقنا تفترض انه استقراريه النظام وكذلك انه في عندك يعني قاعده بيانات متوفره لديك. يعني ما ينفعش للاسف الا في الشركات انا سعيد للامانه اقول لك انه الشركات الوحيده بس الاستقرار يعني عندهم هالسلك الداتا لكن السيستم غير ستيبل اصلا السيستم غير ستيبل يعني شوف يعني لو كانوا يبيعوا من منتج معين لناخذ شو مثلا ايش المنتج الكويس عندهم يعني انا بصراحه اقول لك مثلا ها قديم هذا خلاص هذا بالتقادم خلاص بدي ايش انا انصحهم حقيقه من ناحيه شوف الكاستنج وكذا من ناحيه تجاريه ومن ناحيه كذا انه غير اسم المنتج هذه قد تكون اسلوب يعني جيد احيانا في الاداره بس اداره العمليات. شوف شركه التويوتا مثلا الغت المنتج احنا نعتقد انه الغت المنتج السيارات الكرسيدي تمام احنا نعتقد هي ما غيرت غيرت الاسم كان يسمى خط الانتاج حق الكروسيدا غيرت الشكل المهم تغير الشكل وغير الاسم لانه في احيانا كذا يعني انا كنت انصح مثلا انه المؤتمرين تمام حتى لا المؤتمر غير متفقين اعتقد الان متفقين كلنا هل المؤتمر عاد موجود اسم فقط انتهى صح ولا لو كانوا غيروا الاسم هذا كانوا سيستم لانه اصبح مرتبط باذهان الشعب المؤتمر هذا بيعني على صالح الفساد بكل البلاوي اللي حصلت في عهده واخيرا ضياع الدوله سبب واحد الاسباب الرئيسيه لضياع الدوله صح ولا لا؟ تمام لكن نرجع لهذا اللهم صل على محمد اللي قلناه حق ليش؟ حبيت شوف المنتجات هل المبيعات الان حقهم مثل ما كانت المبيعات قبل الحرب؟ انا للامانه يعني كنت افضل اشتري زيوت مثلا حبيت زيوت الطرف الان انا افضل لو في عندي منتج ماليزي منتجات ماليزيا هي ارخص حاجه ماليزيا تمام ها؟ هي حقهم المهم ولكن ما يشيل معك منتج الشيء للاسف ما يشيل منتجات حق بلادنا ليش السبب في هذا شو؟
الشرائيه للمواطن اليمني القدره الشرائيه انخفضت، وبالتالي انا عندي الزيت الماليزي ارخص من الزيت اليمني، صح ولا لا؟ تمام. وهذا الشيء غريب ما قد حصلش في اي واحد، شكرا لك، ما قد حصلش في اي دوله من الدول انه يكون المنتج الخارجي ارخص من المنتج الوطني اطلاقا. تدري حتى في المانيا، في المانيا حصل السياره مرسيدس اصلا ارخص من السياره تويوتا، لانه السياره تويوتا في جمارك عاليه حفاظا على المنتج الوطني. المرسيدس ليس رخيصا، لكن ايش تحصل هذه؟ المنتجات الاتحاد الاوروبي عموما في اوروبا اقل من الاتحاد يعني من المنتجات اليابانيه، فافضل لك انك تحصل السيارات يعني حتى في عندك انت يعني كلاسات مختلفه من السيارات، في عندهم السيارات الصغيره تنحل السيارات الكبيره، ما هيش السيارات اللي نتكلم على مرسيدس على الاس 600، ايش تحصل عندك الاس 180 من الحاجات اللي ولا الاي 180 اللي نقوم بها تمام، فتحصل السيارات هذه مقارنه بين يعني سعر السياره الكورولا تكون اغلى من سياره مرسيدس اي 180 صور الكلام، لانه اليمانك على المنتجات هذه حفاظا على شو؟ على السوق المحليه، واحيانا نمنع لك المنتجات هذه مثل هذه المنتجات هذه ايش تنافس احنا يعني ببلادنا الا ببلادنا تحصل المنتج الاماراتي ارخص من المنتج اليمني، صح ولا لا؟ شوف الحليب الممتاز، حليب الممتاز البودره، وشوف الحليب الامازون، الامازون شفت؟ الامازون الاماراتي الإمارات الحليب اليمني بحدود 8800 أو 500 ريال. بس احنا هذا بيجملكك وهذا بيجملكك والنقطة اللي بعد اسم جملكك كله كله بينما المنتج الاماراتي يدخل بدون جمارك من وراء بدون شيء. وهذا السبب يا شو؟ انه تحصل المنتجات هذه اصبحت رخيصه جدا. تمام. طيب اذا هنا قلت لك نستخدم ليش؟ عندما هنا تستخدم النماذج الكميه عندما يكون النظام مستقر. لانه اذا كان ما فيش نظام مستقر ما تقدر تنبأ باي شيء. تمام؟ فهذا بيحصل فيه. وكذلك عندما توفر عندك قاعده بيانات. طيب يعني هنا هذا بيناسب فين؟ بالاكزيستنج برودكتس، برودكتس يعني في المنتجات الموجوده، وكذلك في تكنولوجيا متوفره وموجوده. ما تجيليش بنيو تكنولوجيا انا بستخدمها عاده. تمام. يعني تخيل هنا كان عندك مثلا تجرى العمليات السابقه مثلا عمليه تصحيح الخبر كانت تعمل تجرى من مشخص تمام ولا كذا؟ قد يعني واحد يروح كذا هذه تكنولوجيا متوفره وموجوده، لكنك كيف تتنبا الان انه لما تحولت العمليات هذه من اليدويه الى الليزر؟ تقول لك بالله عليك انا راح اسلم عيني للجهاز يعني والله ما يقولش هذا وهذا خرق لي ما عادوش حرقنا هنا قد حرقنا هنا تمام قد دخل وحرق لي الدماغ يعني حتى تمام. فكان الناس متخوفين كثير، لكن مرتين فالحالات نفسها بعدين تعمل لك التعاده. فمثال على هذا ممكن نشوف انه الفوركاستنج الفوركاستنج سيلز اوف ال سي دي تيلز تمام، انه التنبؤ بايش؟ في 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 عمليه المبيعات للتلفزيون ال سي التلفزيونات ال سي يعني حق الشاشات الايش؟ المصفحه تمام. نشوفها الان تدخل حبه حبه كذا بالنوع الثاني من اساليب التنبؤ، قلنا اساليب كيفيه مرينا عليها الاربعه، الان الاساليب الكميه. الاساليب الكميه في عندك الاساليب الكميه تنقسم الى قسمين رئيسيين، قسمين رئيسيين وتحقق كل قسم من الاقسام الرئيسيه هذه. في عندك التايم سيريز مودلز، وفي عندك الكوزال مودلز يسموها الكوزال مودلز والا اسوشيتد مودلز، هو نفس الشيء. يعني لما تقرا في كتاب كوزال مودلز ولا اسوشيتد مودلز هو نفس الشيء المقصود فيه. تمام. هنا بيكون في عندنا عده طرق تحت التايم سيريز مودلز، يعني هي النماذج السلاسل الزمنيه، وفي عندنا النماذج المسببه او النماذج المرتبطه اسوشيتد مودلز، هذه هي نفسها او مشتركه. تمام. هي تمام. ايضا بيكون في عندنا عده نماذج تحتها، هنا بيكون الاكثر التايم سيريز مودلز. هنا في النوع الاول التايم سيريز مودلز assumes information needed to generate the forecast is contained in a time series of data. ان هذه الطرق تفترض ان المعلومات اللي بنحتاجها لتوليد او للقياس
سلسله من الايش من البيانات المرتبه يعني زمنيا تمام. يعني بدنا نشوف مثال عليها وان شاء الله تكون الفكره تمام. وهنا كذلك تفتر بين ايش انه الاسيوز ذا فيوتشر والفيروس سيم باترنز از ذا باست انه المستقبل سيتبع نفس النمط الذي مشي عليه يجو المستقبل. المستقبل سيكون دالة لما حصل في ايش في الماضي تمام. هذه بينما الكونسر مودلز النوع الثاني من الـ من الـ من الـ يعني من النماذج الكميه هنا يعتمد على المسببات يبحث على المسببات يعني ببساطه كده بيقول لك اكسبلورز يكتشف كوز اند افكت ريليشن شيبس. هنا يكتشف السبب والاثر والنتيجه السبب والنتيجه العلاقه ما بين السبب والنتيجه يعني كيف الكلام وضحت لك هنا. Use equations that consist of one or more explanatory variables that can be used to predict demand. هنا يعني شوف for example demand for paint may be related to variables such as the price per gallon and the amount spent on advertising as well as to specific characteristics of the paint. على سبيل المثال يعني كمثال واحد كفكرة مثلا مبيعات يعني لو اشياء اتوقع كيف تكون المبيعات على نوع معين من الطلاء من البينت. فهذا بيعتمد على ايش؟ تمام؟ يعتمد على سعر الجالون من الطلاء. منها صح ولا لا؟ على سعر الجالون الواحد وكذلك على المقدار الاعلانات اللي عملناها صح ولا لا؟ وكذلك تعتمد على ايش؟ على الشيء على الخصائص النوعيه للطلاء نفسه هذا صح ولا اذا على ثلاثه اشياء تمام. اذا هذه الثلاثه الاشياء قد تؤثر بشو بمقدار التنبؤ. اذا انا ما عملتش ولا لا يعني كان السعر كبير اذا كان السعر كبير ولا انا عملت له اي اعلانات وبالتالي الناس ما مش عارفين شو بخصائص هذا الطلاء هل تتوقع انه المبيعات تكون كبيره؟ تمام. اذا التوقع اللي يكون ماله بيكون سيء بسبب ان المدخلات كانت معتمد على هذه الثلاث عناصر وقيمه ثلاث عناصر هذه اللي كانت مدخلات كانت سيئه صح ولا لا؟ لكن انا اذا خليت السعر معقول سعر الجالون الواحد من البيت هذا معقول بالاضافه الى انه يعني عملت له اعلانات كثيره والخصائص خصائص الطلاء نفسه ايضا كانت فعلا ممتازه. يعني شوف واحد يقول لك انا قد عملت له اعلانات ايش عاد الخصائص؟ لا في فرق بينهم. هنا قد اعمل اعلانات تمام مثل الاعلانات حق ليش؟ حق شوف عصير يماني زمان حق زمان اشربوني يجي لي غالي اشربوني يجي لي غالي الاعلانات يعملوا اعلانات لكن الخصائص المنتج نفسه رديئه ارسلوا مره العراق والعراق كان تحت حرب ردوه لا لا مواد المليء بالمواد المسرطنه صح ولا لا؟ لانه كانت عباره عن اسرات مواد كيماويه يعني قلت لك النكهه شفتوا ريحه الموز يعملوا له حق الحنه ولا يعملوا الكلى نفس الخبر هذا وصبغه تمام ماده كيميائيه برائحه اللي شو يعطي لك طعم او رائحه المانجا لكن الامام ما فيهوش اي حاجه ولا المانجا تمام. فهذه مواد مسرطنه فمهما عملت من اعلانات لكن كانت فاذا هنا اعلانات كانت كبيره لكن خصائص الماده نفسها كانت رديئه. لكن لما تعمل انت اعلان لحاجه كويسه تمام تعمل اعلان والخصائص كانت كمان كويسه في هذه الحاله انت ممكن يؤثر فعلا بشكل جيد على المبيعات تمام ولا بيأثر يعني بيأثر ايجابا على المبيعات. فهنا اذا نشوف هذا بيبحث لي انه النماذج هذه الكوزر مودلز تمام تبحث لي هنا ما بين السبب والافكت. انا اشتري افكت انه المبيعات تكون مالها كبيره اذا الاسباب ايش علشان ازيد المبيعات هذه انا قمت اشوف ترخيص السعر بالاعلان والحفاظ على كمان جوده المنتج نفسه. هنا ببحث لك ما بين العلاقه ما بين الكوز اند افكت ريليشن شيب هذه العلاقه. الطرق الكميه والاساليب الكميه هنا في قلت لك تنقسم الى قسمين رئيسيين اللي هي تايم سيريز مودلز نماذج السلاسل الزمنيه والنماذج السببيه هذه الاسوشيتد موديل تمام. تحت هذا البند نتعرف على اربع طرق اللي هي نايف ابروتش طريقه ساذجه وطريقه هذه المتوسطات المتحركه
كمان بنتعرف على طريقة أخرى اللي الويتد موفينج تمام افريج تمام، وبنتعرف على الاكسبوننشال سموثينج هذه القضيه الرابعه والترند بروجكشن، وهنا بيكون في اكثر من طريقه فيها، وهنا تحت هذا بنتعرف على الاقل على الاقل على طريقه واحده على الاقل. شفت عرفت انا على طريقه جنب اللي هي اللينير ريجريشن اللي هو الانحدار الخطي، طريقه الانحدار الخطي، وانتم قد سمعتوا المسمى هذا الانحدار الخطي بالاحصاء صح ولا لا؟ الانحدار الخطي يعني بنتعرف عليه كلنا كلنا دراسه مش حاجة؟ تمام. فشوف الوقت يمشي سريع ها؟ طيب a time series is a type of the sequence of observations taking at regular time interval. يعني شوف السلاسل الزمنية هنا بيكون في عندك البيانات أخذت هنا البيانات أو المشاهدات أخذت على فترات زمنية متساوية على فترات زمنية متساوية. على سبيل المثال حتى لو أذكر لك مثال بس بيجي عاد وبعدين تمام، إنه بتشوف مثلا لما نتكلم عن المبيعات أنا بعطي لك المبيعات لستة أشهر لستة أشهر، إذا أعطيت لك المبيعات في الشهر الأول، المبيعات في الشهر الثاني، المبيعات في الشهر الثالث والرابع والخامس، إذا أخذت لك المبيعات أنا على فترات زمنية متساوية ولا لا؟ إذا على فترات زمنية متساوية، بقول لك الآن يعني بناء على هذه اعمل لي الآن تنبؤ لما سيكون عليه المبيعات في الثلاثة أشهر والستة أشهر القادمة. إذا أعطيت لك أنا مش معقول أعطي لك المبيعات في الأسبوع الأول في الشهر الأول يعني على فترات شيء مختلفة. صح لا؟ بقول بتكون الفترات متساوية. Analysis of time series data required تمام. هنا اللي بيهمنا هنا شوف هنا مكونات التايم سيريز السلاسل الزمنية. يكون في عندي أربع مكونات. الترند والسيزوناليتي الموسمية والسايكلز الدورية والريجولار فاريشنز تمام، والتغيرات هذه الغير منتظمة شوف تكون واضحة هنا تمام. هنا شوف هذه الأربع مكونات التايم سيريز كونتينس السلاسل الزمنية، مكونات السلاسل الزمنية قلنا ترند الاتجاه، وعندي السيزوناليتي الموسمية، وفي عندي السيكليكال والسايكلز تمام اللي هو الدورية تمام، ولا الراندوم فاريشن هذه بتشوفها هنا واضحة هنا بتكون. لاحظ اعطيت لك هنا الان هنا في عندك الزمن بالسنوات خلال اربع سنوات، وهنا اعطيت لك الطلب على منتج معين او على خدمة معينة الديماند فور برودكت اور سيرفيس تمام. شوف الطلب كان كذا يتذبذب بهذا الشكل، شوف هذا الخط السماوي هذا تمام، شوف التذبذبات هذه تمثل الطلب خلال الاربع سنوات. ايش بنقصد بالترند الان؟ الاربع مكونات الان لعمليه تشري السلاسل الزمنيه هنا، شوف انه عندك الترند هذا الخط الازرق هذا الترند كومبلت، هذا المكون اللي شو؟ مكون الاتجاه، يعطينا تصور عام لمحه عامه على ليش؟ عن المبيعات. اذا من خلال الخط الازرق هذا اقول ان المبيعات زادت من نقصت خلال اربع سنوات. اذا في حاله تزايد مضطرد. صح ولا لا؟ اذا هذا هو خط الاتجاه، يعطي لك الاتجاه العام ليش؟ للمتغير ايضا الدراسه هذه. طيب عندك المتغير الثاني اللي هو مثلا السيزوناليتي تمام؟ الموسمي. لاحظ هنا في هنا عندك حصل انه في عندك زياده، موسم بيحصل فيه زياده تمام، وهنا موسم بيحصل فيه انخفاض، موسم حصل فيه زياده، انا ما يهمنيش المواسم حق الانخفاض، يهمني الزياده لانه نتكلم على مبيعات، اذا شوف عندي في هذا البيك هذا كان في عندك سيزون حصل فيه برجوع زياده في المبيعات، هنا لاحظ حصل البيك تكرر نفسه هذا ايضا في عندك السيزونال بيكس بنسميه اللي هو يعني قمم موسميه كما موسمية للمبيعات هنا مثلا هنا. طيب هذه يعني من الكتاب المرجع يعني كان بيضرب مثال عام بس خلينا نتكلم تمام، المثال المرجع بيتكلم لي على يعني مبيعات البيرة عندك تمام، عندهم البيرة هذه بشوفها مفضل في الصيف، فاحنا لما نسجل المثال هذا نقول المشروبات الغازية، تعتقد المشروبات الغازية تنتع أكثر بالصيف ولا بالشتاء؟ صحيح. إذا خلال السنة نفسها مبيعاتنا من المشروبات الغازية